وطي صوتك، الصوت العالي بيزعجني. يا بص، احنا المفروض كنا جايبنا حد ينظف في البيت ده قبل الراجل ما يجي يشتريه. اتكلم من تحت. ها ها، انت بتكلمني انا كده؟ انت مجنون؟ انا عايز البيت ده زي ما هو كده، عايزه بترابه بعنكوابيته زي ما هو كده. تفتكر يا بص ممكن حد يقدر يشتري الزباله دي كده يا بص؟ كل فوله وليها كيال، وكل كوم زباله بيشيلوا شيال. انت مثلا في واحده تمتص في نظرها وتبص لك؟ الصراحه لا، ومع ذلك لقيت اللي تتجوزك. انا فعلا لقيت اللي تتجوزني. بس ما عرفتش اخلف. ما انا مش هشرح لك كل حاجه. طب في حاجات ما بتتشرحش. كروكي كروكي ايه؟ الحاجات دي عملي، ما يرضكش عيالك يطلعوا شبهي. يا ريت يا بص. يا ريت ايه يا متخلف يا غبي؟ انا مش عايز، ما تبوظليش العمليه دي زي كل عمليه بتبوظها. عايزين الزبون يجي يشتري يدفع العربون ونفلق من هنا. بس احنا كده نبقى نصابين. لا مش نصابين، احنا بنبيع ونشتري. بنبيع ونشتري حاجات مش بتاعتنا، نبقى نصابين. وطي صوتك، احنا مش نصابين، حاجات مش بتاعتنا بس مش بتاعت حد. احنا بقى بنستفاد منها وبنستغلها وبنديها لحد يستفاد منها هو كمان. تمام. يبقى انا كده نصاب. وبعدين انا مش بتعب. بتتعب. بضرب ورق وازور توكيلات. الشهادة لله يا بص، ما شفتش حد بيتعب كده، والكل مجتهد من صبايا. يا حمار يا متخلف يا غبي، ما تبوظليش الدنيا، ما تبوظليش العملية زي كل عملية بتبوظها. فاكر عملية المخدرات لما اديتك شنطة المخدرات وقلت لك سلمها للراجل؟ طب ما انا خدتها ورحت المكان التسليم، قلت لها سلمها لواحد لابس ابيض فابيض. فانا رحت المكان لقيت واحد لابس ابيض فابيض بس عليه ثلاث نجوم من هنا وثلاث نجوم من هنا، شكل مميز. وعملت ايه؟ اديتها له. وهو اداك ايه؟ اداني 5 سنين سجن. الف حمد وشكر ليك يا رب. انت فرحان؟ انت غبي يالا؟ انت غبي جدا. عارف احسن حاجه للغباء ايه؟ ايه؟ بذر التفاح. بذر التفاح؟ طب وانا الاقيه فين بذر التفاح ده؟ انا معايا بذر تفاح. طب ما تديني. لا، الواحده ب 100 جنيه. طيب بص، خد بقى 500 جنيه واديني 3. لا انت محتاج فعلا، محتاج كتير. امسك ادي بذر تفاح. ايه ده؟ طب ما انا ممكن اجيب كيلو تفاح واكله بالبذر بتاعه. شوف، من تاني بذره مخك ابتدى يشتغل. طب حس كده تمام بقى، اديني بكل اللي معايا بذر تفاح. ولا مش عايز تخلف. مش عايز تخلف خالص. حاضر. المشتري زمانه على وصول. تمام. مش عايزك تتكلم خالص. حاضر. هما كلمتين، ولا ولا، بسيطه جدا. لا مش بقول لك ما تتكلمش خالص. انت اخرس. اخرس دي يعني ما بتتكلمش، هتقول كلمتين، تقولها هقا، واللقا تقولها نقا، اكتر من كده ما اسمعش صوتك. طب لو حبيت ابطل صوتي الانتخابات على الابواب يعني وكده؟ يا هادي يا متخلف. مين النجوم والبيت؟ ايه ده بتاع الجيلاتي؟ جيت اكل جيلاتي؟ لا مش عايز. مين النجوم والبيت؟ ده يمكن الراجل اللي جاي يشتري البيت. يشتري البيت ده جاي يشتري كلاسين. تعال نشوف مين ده. يا عم انت مين انت؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ انت اللي مين؟ انا علواني غفير الفيلا اللي جنبيكم. غفير الفيلا؟ نزل البندقية دي يا حيوان. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ بكلم مين يعني؟ انا الخرباوي بيه، ابن خال زهير بيه صاحب الفيلا دي. يا قوة الله، اخيرا ظهر حد من ريحة زهير بيه، الله يرحمه. الله يرحمه ايه؟ زهير بيه عايش في استراليا. يعني لسه ما ماتش؟ يا اخي تف من بقك. انت هتف هنا. مدفافة هي. والباشا ده يبقى قريبه؟ نقة. ايه دي؟ اخرس. هقة. اخرس. من وانا قد كده؟ من وانا قد كده؟ انا اللي بتكلم مش هو. لا هو بيتكلم. من وانا قد كده؟ شوفه اخرس. انا اللي بتكلم. ده دوبلاج. ربنا يعفي عنه. امين. امين يا رب. دوبلاج. انا اللي بتكلم. انا. تعرف يا باشا البيت ده قديم ياما، ده ما اتفتحش من زمان قوي، ده كله تحف وانتيكات. الفازه اللي بنت حضرتك كسرتها دي ثمنها 1200 جنيه. انت كسرت حاجه يا لولي يا حبيبتي؟ نقة. قالت لك نقة في ايه بقى؟ الله، لو احتجت اي حاجه اي حاجه ازعق عليا واقول يا علواني. حاضر. يا علواني. هو في الدور الكام؟ في التاسع. طب رن الجرس ما تقرفنيش. خلاص شكرا. والنبي لو عزت حاجه اندهلك. خلاص اندهلك. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم. خلاص يا عم، هي سلامات سلسله.
وانت متخلف مفيش مخ. هتفضحني؟ في اخرس بيتكلم؟ هما كلمتين هاء او نقى. فهمت يا بص؟ هاء او نقى. هغنيها لك. هاء نقى يملوان. اهدي. ده بيتكلم. لا ده بيغني. والله بيتكلم. والله بيغني. ما هو الغنى كلام. لا الغنى احساس. عايز ايه انت دلوقتي؟ اصل الصراحه في اتنين اغراب جم سالوا عليكم بره. انا الصراحه قلت لهم ان مفيش حد جوه، بس هم الصراحه قالوا لي لا خش اتاكد في اتنين جوه. اروح انا بصراحه اقول لهم ايه؟ قول لهم الصراحه. طيب يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم. هو انت بتحب تقول السلام عليكم؟ ما خلاص يا عم يا ابني انت مفيش مخ. اسف يا بص. هتكلمني؟ اسف. المشتري جاي وانت قاعد ترغي. خلاص. ها او نقى. ها او نقى. ها او نقى. متكلمش تاني. تمام. ها او نقى. هو النور قطع. النور قطع من وشك الفقري. ولا عشماوي. ها. ولا فرماوي. نقى. يا فرم... يا ابني انت متخلف. مش انت وطلع من الاخرس. هو في حد معانا؟ الحمد لله النور جه. ربنا يبارك في الشغلانه يا بص. يبارك في الشغلانه. اه والله ده ربنا يحرقنا بسببك. غبي. اسف. هما كلمتين. راجل جاي. ها او نقى. ها او نقى. ها او نقى. اكتر من كده ما اسمعش. ها او نقى. هاي. ها قوي. هاي. إيه مش انت المعلم شطناوي؟ شطناوي ايه؟ انا اسمي خرباوي. انت نسيتيني ولا ايه؟ انا هو انا بقى كل واحد هقعد معاه مره هفتكره. عجبتك قوي. عجبتك قوي. ها امال يوسف بيه فين يعني؟ جاي. يوه ده انت رغاي قوي. رغاي؟ انا قلت جمله واحده. ايه اللي رغاي؟ وبعدين مال وشك مخطوف كده ليه؟ انا بصراحه وشي مخطوف. طب بلغته البوليس يعني؟ عرفته الخاطف ولا هسيبه وشك كده؟ انا قصدي ان انا مخدوده يا شيخه. ده انا دمي هرب وقبضت عليه. لا حلو يا الله. ايوه اقعد انت بقى ارغي ارغي كده لحد ما الوقت يسرقني. ولقيته المسروقات. والله يا هرب انت دمك سكر. امال فين يوسف بيه؟ جاي. جاي فين؟ جاي ده. مايا. ام هير بيب. مايا. عظيم. هاي ازيك يا معلم شتناوي؟ انا اسمي خرباوي. خرباوي. افتكرت. معلش انا بقالي فتره طويله عايش برا مصر عشان كده الكلمات بتاعتكم الصعبه انا ما بعرفهاش يعني. لا ولا يهمك. ومين الاخ؟ لا ده فرماوي. 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 ايه الاسامي الصعبه دي؟ فرماوي. بص هو لو الاسم صعب ممكن تختصره يعني مثلا تقول له بدل فرماوي تقول له يا فرا. 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 هاي. ازيك يا مايا؟ ازيك يا مايا؟ عامله ايه؟ انت ليه سبقتيني يا حبيبتي؟ ايه الاخبار عندكم؟ ما بيتكلمش ليه الراجل ده؟ لا ده اخرس. اخرس. ما بقولش غير هاء او نقى. اخرس وقال ما بقولش غير هاء او نقى. لا ده من السعاده اتكلم لما شايفك اتكلم. لا يا راجل. يعني هو اخرس ولما شافني اتكلم من الفرحه. عجيب قوي. عجيب. عموما اخبار البيت ايه واخبار كل حاجه؟ ايه رايك في البيت اهو؟ ايه رايك فيه؟ لا صراحه البيت هايل زي ما انت بعت لي الصور بتاعته بالظبط. هو بس محتاج شويه نظافه لكن هو هايل هايل هايل. عموما الاتفاق اخباره ايه؟ انت ايه رايك يا حبيبتي؟ البيت وحش قوي. وحش ازاي؟ ده تقريبا مخزن. مخزن؟ قصدي موقف. موقف المكان اللي هما بيحطوا فيه الاثريات والانتيك. قصدك متحف يعني؟ المتحف. متحف. المتحف. المتحف. اسمه المتحف. متحف ايه؟ انتوا جايين منين؟ حضرتك احنا عايشين طول عمرنا بره يعني. انا عايش طول عمري بره، جيت لقيتها اساسا هي جايه من بره فكده يعني. المهم انت فاكر احنا اتفقنا على ايه؟ الاتفاق كان كام بقى؟ احنا اتفقنا على كام يا ده فرماوي؟ ها؟ اتفقنا على كام احنا؟ اخرس حضرتك ما بيتكلمش. انت رايح تساله؟ قول له. قول له يا عم. ده قال لي قول له. لا فرحان فرحه النهارده. سعيد بيك بسعاده غير طبيعيه. فعلا عشان غايب عن مصر بقالي فتره كائنات غريبه بتظهر يعني. اوكي
كام الاتفاق؟ مليون الا ربع. مليون الا ربع حبيبتي، طلع الفلوس 200,000 النهارده والباقي عند التسجيل. انا جاهز بال 200,000 وانا جاهز بالعقود. اتفضل. اتفضل. ادي 200,000 جنيه، كل جنيه بيقعد يعور جنيه باين. ايه فضل. الشنطه اللي انت حاطط فيها الفلوس؟ شنطه زباله، انا اتعلمت طبعا عشان ما تتسرقش، عشان ما تحسدش. خد يا ادي العقود. يا سلام، فعلا فعلا.